هنحط على ابن الزبال. يا زبال وحشك ملاك محدش فينا مختار حد، انا وانت حكايتنا اسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء حالة صارت صعبة بقى اوي يا معلم، والله العظيم صارت صعبة جدا جدا. الزبالة ما عادش جايبة همها. اعمل ايه بس؟ انا صعب طالع وكل حاجة. يابا ايه يا ابني في ايه؟ تعال يا بابا الزفاف. سيبك منهم يا حبيبي وسيبك من كلامهم، مش هيعمل حاجة. لا يابا كلامهم يجرحني وانت لازم تبطل الشغلانة دي. ابطل ايه يا ابني؟ واكلك واشربك انت وامك من فين؟ انت لازم تبطل الشغلانة دي يابا. ابطل ايه يا ابني؟ انت سيبك من كلامهم، انت لازم تذاكر علشان تطلع دكتور يا ابني وتخزهم كلهم. اطلع دكتور وامك. حد نفسك يا ابو احمد، ربنا حيصلح الحال بكره. انا والله بتزرع لي رغف عيني. شايف يا ولاد عاملين النهارده؟ الحمد لله. قبل ما نبدا الحصه عايز اتعرف على كل واحد فيكم. قوم يا حبيبي. بابا شغال ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، يبقى هات لي رقم وبقفك الحصة. قوم يا حبيبي. بابا شغال ايه؟ مية مية ده زي الفل. اقف يا حبيبي، تعالى يا حبيبي. بابا شغال ايه؟ دكتور ما شاء الله، ده احنا هنكشف راحتنا بقى. قوم يا حبيبي. بابا شغال ايه؟ ده زميل بقى. اتفضل يا حبيبي. قوم يا حبيبي. بابا شغال ايه؟ ما تتقوم يالا. ايه يالا ده؟ حتى مرة يا حسيت يالا مفيش طالب يضحك عندي، ايه القرف ده؟ وانت يا حبيبي بابا شغال ايه؟ مدرسة. ايه ده؟ ده مية مية كده، ده زمايل بقى. اتفضل يا حبيبي. وانت يا حبيبي ما شغال ايه؟ مالك يا ابني؟ ابوك شغال ايه يا ابني؟ بتعيط ليه يا ابني؟ يا ابني ايه اللي فيه؟ انت بتعيط ليه يا ابني؟ مالك يا ابني اللي فيه يا ابني؟ لا حول الله يا رب. لا حول الله يا رب. ماله يا ابني الطالب ده بعيط كده ليه؟ عشان انت سألت ابوك بيشتغل ايه؟ ليه؟ ابوك شغال ايه يعني؟ زبال. يا زبال يا ابني يا استاذ، مش بعمل نظافه يا حمار، اتعلموا بقى. شد حيلك يا ابو القناص، انده لي الواد بس قبل ما اموت. انت مثبت فيها كده ليه؟ انده لي الواد عشان يا قناص ابوك بموت يا له بسرعه. لا ما تموتش يا ابني. روح على ابوك كده. اسمع يا ابني، اسمع يا ابني، اسمع يا ابني، يا ابني انا اسف يا ابني اني ما طلعتش حاجه كبيره تفتخر بيها. بس عايزك يا ابني، بس عايزك اسمع يا ابني والنبي عشان اتكلم براحتي والنبي. عايزك يا ابني تطلع دكتور يا ابني ولا مهندس، لازم تذاكر علشان الناس ما تعايركش يا ابني بيا. وانا اسف. لا لا ما تقعدش كلام. تتولك يا ابني اوعى تنسى. يا خلاص فوق يا ابني واستحمل الصدمة، لازم تنفذ وصية ابوك وتطلع دكتور او مهندس علشان الناس مش تعايرك وتقول لك يا ابني الزبال وكلهم يبوسوا على ايديك. ما تنساش يا ابني. ازيك يا ابن الزبال؟ ابن الزبال بكره النتيجه تظهر وتعرف مين ابن الزبال. مهما تعلم هتنسى. افرح يا ابن اخويا. ايه يا عمي؟ جبت 99.5 ودخلت بجد؟ ودخلت هندسه كمان. عرفت مين بقى ابن الزبال؟ يلا انا غوري من هنا. يلا يلا بقى مهندس شكلك. لو بقيت مهندس يا علا ورفعنا راسنا في الحاره. يلا الحاره وسخه. لا مش مهندس حبيبي. حبيبي الله كده يا ابوك. ازيك يا باشمهندس؟ مهندس انت مش فاكر لما كنت بتقول لي يا زبال بالخير وطب الاصل ماليش غيرك اكيد لك جميله يا رب. يلا يا حراوسخ الواد طلع مهندس دلوقتي ما تقدروش تقول يا زبال. وجودك شيء مكمل لي لان الوحيد مش هقدر ما لم